السلام عليكم، تحية رجوية لأي رجوي كاين في العالم كامل. اليوم إن شاء الله غادي ندويو على التحكيم. التحكيم اللي ما بقتش عنده قيمة في البطولة الوطنية، التحكيم اللي تعطي واحد الصورة خيبة للكرة المغربية، التحكيم اللي تتحكموا فيه ناس معروفين أو شاكين فيهم، مهم بين اللي تتحكموا فيهم شي ناس. بما أننا تنشوف هذه اللقطة هذه وما تعطيش حكم بيلانتي، تنظن على أن إنفو تضغط على الحكم يقدر يحس بالضغط، وهذا وهادشي علاش قلنا التحكيم بدون قيمة أو التحكيم المغربي أو العناصر اللي كاينين في الحكام ما عندهم شخصية. الطرف ديال الخبز صعيب، كيف قالوا كيف اتفقوا عليها جميع الرجويين. دائما الرجاء تطالب غير بالتحكيم يكون مزيان، يكون تيرضي جميع الجماهير المغربية، باش هكا حتى الكرة المغربية تكون عندها واحد القيمة. هذه رسالة للقجاع، إذا بغيتي الكرة المغربية تزيد لقدام ماشي بالتيرانات، وماشي تيرانات ضروري، ماشي ضروري، ولكن اللي تيخسر لك السمعة ديال دوك التيرانات ديال داك الجو ديال الكرة المغربية بصفة عامة هو التحكيم المغربي. وقبل ما نوريكم واحد الشخصية مهمة في التحكيم المغربي اللي عطات واحد الصورة زوينة للمغرب في التحكيم، قبل بغيت نقول لك واحد الكلمة مهمة سي الخجاع، على أن التحكيم المغربي ملي يكون بهذا المستوى الضعيف والهزيل جدا، هذا تستفز الجماهير المغربية، والاستفزاز تجيب الشغب وتجيب أشياء اللي احنا ما بغيناش، واللي تطيح بالصورة ديال الكرة المغربية بصفة عامة. وهذا الشخصية دي هو سعيد بالقولة، سعيد بالقولة اللي كان أي منتخب تعرف بلي سعيد بالقولة هو اللي غادي يكون حكم في هذيك المقابلة أو أي فريق، تقولوا بلي هاد الحكم ما معاش اللعب، ديروا بالكم ما كانت يعقل على حتى شي واحد، كانت يحكم تحكيم بحال كي الفار في هذيك الوقت. سعيد بالقولة اللي شرف الكرة المغربية والتحكيم المغربي بصفة عامة، كان بوحدو تقريبا كانت يعطي واحد الصورة مغربية، باش تعرفوا قيمة ديال التحكيم. التحكيم عنده واحد القيمة كبيرة في دابا راه بالفار والتحكيم ضعيف وهزيل جدا، يعني بحال اللي قلتي بالنقلة تنعطيك تنقل وما تعرفش تنقل، تنعطيك باش تنجح وما تعرفش تنجح. التحكيم في المغرب مصيبة كحلة، ما يمكنش بيلانتي تندويش انايا على ضد الوداد ولا تندوي بصفه عامه وكاين تحايد، كاينين شي فروق عندهم شي ناس تيقطعوا الرزق ديال الحكام، بحال الحكم اللي حكم ضد الوداد واسفي راه كانوا هبطوا للدوزيام سيري يحكم في الهوات. ما يمكنش غادي يعطيك بيلانتي في اخر دقيقه ويخسر واحد الفريق اللي هو الوداد، ما يمكنش. إذا مشى تدارها مصيبة كحلة. الله يعطينا بزاف ديال بالقولات، الله يعطينا بزاف ديال بالقولات صراحة. كاينين شي حكام مزيانين ماشي ما مزيانينش، ولكن هادوك اللي ما مزيانينش بزاف على اللي مزيانين، وهادوك اللي مزيانين حتى هما ما بقاش عندهم شخصية، لأن هادوك اللي ما مزيانينش هما اللي قتلوا ديك الشخصية ديال هادوك اللي مزيانين، وفهم معايا نتايا. وتخيلوا معايا دابا، تخيلوا معايا واحد القضية، دابا اللعابة تيعرقوا على الطرف ديال الخبز العرق، تيجي حكام تياكل ليه عرقو، تيجي حكام تيضرب ليه داك العرق كله في الزيرو، وهادشي حرام وكل واحد غادي يتحاسب على هادشي. ولكن كاينين شي حكام ما تيفهموش وما تيرحموش وما تيعرفوش شنو هي حرام ولا العرق، ولا تيعرف غير يخرج الميسيون اللي عنده على داكشي اللي قالوا ليه ولا داكشي اللي موصي به، وصاو على واحد الحاجه خصو يقضيها تيصحاب ليه، هذا هو الحلال. ولكن
اي حكام راه تلقى عنده ولادو، تلقى عنده عائلته، تلقى عنده المسائل ديالو. حضيو راسكم من شي حاجه سميتها عرقت الناس، لان عرقت الناس صعيب وصعيب بزاف. حتى هذوك الناس اللي تيوصيوهم حتى هما راه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. قبل ما ننهي الفيديو نخليكم مع واحد الطريف ديال واحد الناس واحد الناس اللي شرفوا الكره المغربيه وشرفوا الجمهور المغربي بصفه عامه في العالم كامل. صراحه انا كرجاوي تنفتخر على اني كرجاوي تنتمي لهذا الفريق وتنتمي لهذا الجمهور هذا. نخليكم مع هذا الفيديو هذا وتنتمنى لكم الخير والتيسير، واي واحد عنده تدخل في الحكام في هذا الفيديو هذا يخليه في التعليق، وشكرا باذن الله. قبل ما ننسى ما تبخلوش علينا بواحد اللايك باش الرساله ديالنا توصل، واللي بغى يبارطاجي بارطاجي. شكرا، مع السلامه.